شبكة مزامير آل داود تقدم. I'm not
Thank you.
أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يسترون عند الله لا يهدي القوم الظالمين أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزين يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات you
Oh,
ونقلناها لكم من مسلم صديق المنشاوي لحدائق القبه.